بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي الطلبة في مراجعة عامة لمجال الآداب والأخلاق للصف التاسع، فكونوا معنا إن شاء الله. أتوقع في نهاية هذا اللقاء أن نجيب عن بعض الاستفسارات المتعلقة بدرس الصبر أهميته وثماره، ودرس التفاؤل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وهذان الدرسان هما المقرران في مجال الآداب والأخلاق للجزء الأول من هذا العام ومن كتاب الجزء الأول بإذن الله تعالى. نبدأ بدرس الصبر. سنعيد تعريف الصبر واستذكار ذلك، ونميز بين أنواعه، ونعدد مراتبه، ونستنتج معا فوائد وثمار الصبر بطريقة إن شاء الله عز وجل تساعدكم في استذكار ما قد درستموه في هذا الدرس من قبل. من الجيد دوما أن نستذكر ما معنى الصبر، ما هو المفهوم المقصود بهذا المصطلح حتى نستطيع أن نتمثله في حياتنا اليومية. أولا، هو حبس النفس على الطاعة، أي أن تجعل نفسك محبوسة على طاعة الله تبارك وتعالى. ليس الحبس المقصود به ذلك الحبس في داخل غرفة تغلق على نفسك الباب ولا تخرج منه أبدا، ليس ذلك كذلك، إنما أن تعود نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. حاول ألا تفلت نفسك منك من الطاعة وتذهب إلى معصية الله تبارك وتعالى. إذا فعلت ذلك فحبستها على الطاعة ومنعتها من المعصية ومن الجزع من قدر الله تبارك وتعالى ابتغاء وجهه عز وجل، تكون بذلك قد تمثلت هذا الخلق الكبير والعظيم وهو الصبر. أنواع الصبر: للصبر نوعان، أحدهما اختياري والثاني اضطراري. فالاختياري هو أن يكون بإمكانك أن تفعل الصبر أو أن تتقلد هذا الخلق الكريم أو أن تختار غيره، كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام حينما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يدخل إلى السجن، قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أيضا حينما صبر على عدم مطاوعة امرأة العزيز له، فهذا كان باختياره وكان يستطيع أن يفعل غيره. أما الاضطراري فهو الذي لن يكون أمامك إلا أن تصبر وأن تفعل يعني هذا الخلق الكريم، كما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام حينما ألقي في البئر، لم يكن بمقدوره ولا بوسعه إلا أن يصبر على ظلم إخوانه له. أما مراتب الصبر فالصبر على ثلاثة مراتب: أولا، الصبر على الأوامر والطاعات، القيام لصلاة الفجر، الاستعداد دائما لأداء الصلاة في وقتها، بر الوالدين وسماع قولهما. هذه الطاعة تحتاج إلى صبر وتصبر حتى يؤديها صاحبها. المرتبة الثانية، الصبر على الأقدار والمصائب وعدم التسخط وعدم الحزن، لأن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده والابتلاء يحتاج إلى صبر، فإن صبر صاحبها يؤجر على ذلك الصبر أجرا كبيرا وعظيما. المرتبة الأخيرة، الصبر عن المخالفات والمنهيات. هناك منهيات، هناك معصية ممكن أن تكون محببة إلى الإنسان ولكنه لا يقدم عليها ولا يفعلها حبا بالله تبارك وتعالى وصبرا على طاعته وخوفا من عصيانه عز وجل. فهذا الصبر عن الإقدام على المخالفات يعتبر مرتبة كبرى من مراتب الصبر.
نتحدث الآن عن ثمار الصبر، أي أن الصابرين الذين صبروا على ما ابتلاهم الله به، أم صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى، هؤلاء سيعطيهم الله تبارك وتعالى أجرا كبيرا وعظيما. من جملة هذا الأجر معية الله، من جملة ما يعطي الله تعالى للصابرين أن الله عز وجل يخبرهم أنه معهم. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ نيل الرحمة من الله تبارك وتعالى. لما ذكر الله تعالى الصابرين قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن نالوا رحمة الله وهدايته بسبب الصبر الذي صبروه في الدنيا. أيضا محبة الله تبارك وتعالى، هؤلاء القوم يحبهم الله عز وجل، والله يحب الصابرين. وإذا أحبك الله تعالى لأنك صابرا فقد فزت في خيري الدنيا والآخرة. دخول الجنة وما أعظمها من نعمة، إذن ثواب الصبر الجنة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لأنكم صبرتم الملائكة تسلم عليكم والله تعالى يدخلكم الجنة. أيضا يبشرهم الله تبارك وتعالى برحمة منه ورضوان: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والبشارة من الله تبارك وتعالى لأهل الصبر بشارة خير وبركة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه من أعظم النعم التي يعطيها الله تبارك وتعالى للصابرين، فالله عز وجل يدخلهم إلى الجنة بغير حساب ويجازيهم بأفضل ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. نفتح الكتاب أحبتي إلى صفحة 96 لنستذكر ونلخص معا ما قد درسناه وتعلمناه. ما هو الصبر؟ هو حبس النفس على الطاعة ومنعها من المعصية ومن الجزع من قدر الله تبارك وتعالى ابتغاء وجهه الكريم عز وجل. ما هي أنواعه؟ هو نوعان: اختياري واضطراري. ما هي مراتبه؟ استذكروا معي جيدا، أعطيكم بعض الثواني. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. صبر على الطاعات، صبر على المصائب، وصبر عن المخالفات والمنهيات. أخيرا ثمرته وفوائده. يحصل صاحبه معية الله تبارك وتعالى ومحبته، وأن الله تعالى يجزي الصابرين يوم القيامة أجرهم بغير حساب ويدخلهم الجنة رحمة منه وتفضلا ولقاء ما قد صبروا عليه في الدنيا من الأذى وما صبروا على الطاعة وأصروا دائما أن يكونوا في كنف الله تعالى وفي حفظ الله تعالى ورعايته، فصبروا على ما ابتلاهم به أو صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى. الآن سنستذكر الدرس الثاني من دروس مجال الأدب والأخلاق، وهو درس التفاؤل. هدفنا في هذه العجالة أن نستذكر تعريف التفاؤل، وأن نقارن بينه وبين حسن الظن بالله، وأن نلخص فضل التفاؤل وثماره. التفاؤل تعريفه وفضله والدليل عليه وعلاقته بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أولا، ما معنى التفاؤل؟ هو انشراح قلب الإنسان وتوقعه الخير لما يسمعه من الكلام أو يراه من المشاهد أو يمر به من الأحداث. وقد ذكرت لكم سابقا أن هذا مرتبط بتفاؤل الإنسان وبإيجابيته وبعده عن
السلبية والتفكير السلبي، فإذا ما خرج الإنسان من بيته يتفاءل بفضل الله تعالى ورعايته له، ويكون متفائلا بأن الخير قادم، وبأن الرزق قادم، وبأن الفلاح قادم، وأنه بخير طالما أنه مع الله تبارك وتعالى. فضل هذا التفاؤل في حسن ظن بالله، لأن المتفائل يعلم أن الله تبارك وتعالى معه ويؤيده ويعطيه ويحسن إليه ويرعاه، فيطمئن بذلك ويتفاءل في كل حدث يمر به، يقوي عزيمة الإنسان ويجعله دائما مجدا في العمل. أيضا من فضائله أن فيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويعجبه الفأل دائما، وهذا التفاؤل يجلب السعادة للنفس البشرية ويشرح القلب. ما الدليل عليه؟ ما الدليل على التفاؤل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يتشاءم أبدا، وكان ينظر إلى كل حدث وكل أمر بعين الإيجابية والتفاؤل، فكان الفأل يعجبه صلى الله عليه وسلم. ما علاقة التفاؤل بحسن الظن بالله تبارك وتعالى؟ هناك علاقة تشابه وهناك اختلاف بينهما. التشابه ينشرح بهما الصدر، حسن الظن بالله، والتفاؤل ينشرح بهما الصدر وتقوى بهم العزائم، وكلاهما يدفعان الإنسان إلى الجد في العمل والنشاط والإنتاجية، ويكون صاحبهما إنسانا مبادرا مقداما. أما الاختلاف فالتفاؤل يشترك فيه المؤمن والكافر، لأنها صفة بشرية إنسانية بحتة، فكل إنسان بمقداره أن يكون متفائلا، ولكن ليس كل إنسان يكون ظنه بالله حسنا، فحسن الظن بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالمؤمن فقط. الآن نود أن نجيب على السؤال الخامس، صفحة 164. هناك بعض المعينات على التمثل بالتفاؤل وعلى تطبيقه وعلى جعله عادة عند الإنسان وسجية وفطرة. ما هي الأمور التي من الممكن لو نحن تتبعناها أن نطبق التفاؤل في حياتنا اليومية؟ أولا، أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى دائما، وأن الله هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع، وبيده كل شيء، فلا يستطيع أحد أن يضرنا طالما أن الله تبارك وتعالى معنا. ثانيا، ألا نسمح للتشاؤم أن يدخل إلى قلوبنا، وأن نبعد عنا الأفكار السلبية، وكل إنسان يود أن يرسل لنا فكرة سلبية نجعل في كياننا رادعا لها وحاجزا من أن تدخل إلى أفكارنا حتى لا تستحوذ علينا. ثالثا وأخيرا، أن نصاحب الأصدقاء المتفائلين، فطاقاتهم نتأثر بها إن كانت سلبية أم إيجابية، فإذا كنا مع الأصدقاء المتفائلين سنتفاءل مع تفاؤلهم، وإن كنا مع أصدقاء متشائمين فسنكون متشائمين كما هم متشائمين. أسأل الله عز وجل أن يبعدني وإياكم عن التشاؤم وأهله، وأن يجعلنا من المتفائلين دوما. مع تمنياتي لكم أحبتي بالتوفيق والنجاح في اختباراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من خيرة خلقه، وأن يعلي مقامكم ويجعلكم من الصالحين والناجحين في حياتكم.